شيخ عطوان البدوي يا ريس. مرحبا يا ريس. اهلا اهلا بشيخ عطوان. الله يسلمك يا روح. مرحبتين يا ريس. كيف حالك؟ اهلا ليك وحش. الله يخليك. اهلا اهلا. منين افش كده؟ نورت الدرجه. يخليك يا رب. والله وحشني. الله يبارك في عمرك. ما احسن مضافتك ليا. كيف حالك حبيبي انت؟ والله سكه وطريق للشيخ عطوان. اتفضل اتفضل حبيبي. هذه بنيتك ياسمين؟ بنتي ياسمين. مكتفتها مجيدي تبكي. قصدك مكتفاها ليه؟ هو الغنم لما يشرط عندكم ولا الجمال لما تضل بتعملوا ايه؟ ان نسخنوا حديده وندروها على كرعيها. انا هعمل كده في ياسمينة بس نوصل للبر اللي احنا عاوزين نوصل. بقول لك ايه؟ انا نفسي اشرب كوبايه شاي زرده كده. بعد الوقت بعد ما تاكل نجيب الشاي. خلاص ادينا خلص اكله وجيب لي الشاي لابو نعناع. اكلي يا بنيتي. ماشي يا حبيبي. خالتي. نعم. انت لسه ما سامحتنيش. ده ربنا بيسامح وانت مش عايزه تسامحيني. انا ماليش في الدنيا غيرك وعرفت غلطي واعترفت بيه. اعمل ايه في قلبي ده؟ حتى اللقمه مش عارفه ابلعها واقفه في زوري. ارملي. امورها يا ريس. فكها زمانها بطنها على اللحم خليتها كلها لقمه. حاضر يا ريس. بالراحة. شوية ربيتك زي الفل زي ما انت شايفها كده. خير نعمة؟ نعم. أنا جعان. كلك السم الهاري. أكل إيه اللي انت جعان فيه؟ اقعد كده خليك لايت. خالتي ده انت مفيش أطيب من قلبك. بلاش شغل اصحاب الشكنات بتاعتك دي. مالكيش دعوة بيا انت. بس عشان خاطري. عشان خاطر ربنا. خلاص فكوا خليه يصفح معانا. حاضر يا ريس. فك يا ريس عبه. ماشي يا ارماني. قوم يا زفر. كل قدامك هنا. عم عطوان انا بطني بتوجعني. ممكن حضرتك تعمل لي حشب النوم بتاعكم اللي بيضيع الوجع؟ مش عارف جمليه العشب ده. انا جربته كتير وانا عارفه كويس قوي ان هو احسن حاجه بتضيع الوجع. يا سالم راحت لنا شويه العشب بالزعتر وعليه حبشتكنات. ايوه الله ده حتى عارف الحبشتكنات. شايف شايف النور اللي هنيك؟ شايف شكله هنيك. انت متاكد؟ ايه 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 مفروض هيك. بس ما تقربش اكتر من كده. اركن هنا. أرملي. أمورها يا ريس. أرملي. خد مرزبة وكل الخروف كله كل اللحمة. يلا سكة وطريق للأكل. شكرا يا ريس. يلا حبيبي كله لما تشبعوا. ليش بنيتي تتبعوك؟ ليش؟ أنا أحسن واحدة أعمل الشاي بالأعشاب دي. تسلم إيدك تسلم إيدك. الشاي جميل قوي. خلاص. عجبك أنت كمان؟ شفت بنتي ما شاء الله. الله هو أكبر. مالك يا خال؟ راسي تقلت قوي مش عارفه ايه ده. مش عارف ايه. ساتر يا رب. ايه ده؟
طوان طوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين دولم؟ أظن يبيل إبليس. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ما بحبهمش خالص. قومي قومي. هو في إيه؟ حياة الله ما بدي حدا يتحرك. إيه ده؟ أنا بدي الفاني اللي بره وبس. إيه عاوزين تخلوا حي؟ لا لعلمكم بقى، ده الغجر اللي في العالم دول كلهم ورا ظهري. خلاص. خلاص مش عايز صوتي. يا يلا على فين؟ ايه ده؟ يا زي السلاح عارف ايه ده فوق؟ ايه؟ ياسمينة فين؟ فوض علي يا ابني. راح على فين يا نعمة؟ انت مين؟ انا نقيب غزال علوي للشرطة النسائية. يا بنت الارندالي، انا كان قلبي حاسس انك كده وبكذب نفسي. هتهربي وتروحي على فين يا نعمة بعد كل اللي عملتيه ده؟ تمام يا فندم، العربية متأمنة، أستاذ حضرتك بس شيل المصابين من على الأرض. اتفضل سيادة النقيب، نفذ. فض لي عليهم يا ابني. اخلص. يقي، طب استنى بس، أنا سكة وطريق للحكومة. عدي.